السلام عليكم. درسنا اليوم راح يكون عن الألواح التفاعلية أو بما يسمى بالألواح الذكية. درسنا اليوم راح نتحدث كتعريف عام عن الألواح، مكوناتها، مكونات المادية اللي هي الهاردوير، ومكونات البرمجية اللي هي السوفتوير. راح نتحدث عن أنواع الألواح الإلكترونية أو الألواح التفاعلية، إضافة للتطرق للبرامج المستخدمة مع مثل هذه الألواح. كتعريف عام للألواح التفاعلية، مثل ما إحنا اليوم مواكبين التطور التكنولوجي في عملية التعليم، بلشنا نشوف إنه اللوح التفاعلي بلش يدخل لمجالاتنا اليومية في المدارس أو في الكليات أو في أي مؤسسة تعليمية أخرى، كونه بيوفر للمعلم أو للطالب كل الأدوات الخاصة في تطوير عملية التدريس، في إدراج كل ما يتعلق في عملية تعليم متقدمة، أشكال متنوعة، كائنات ثلاثية الأبعاد، إدراج كل ما تخص بالوسائط المتعددة، صور، أصوات، ملفات فيديو. فالألواح التفاعلي اليوم وصلت لمرحلة إنه المعلم أو المحاضر في عنده الإمكانية إنه يجهز درس محوسب التفاعلي اللي بيقدر يجذب انتباه الطالب ويسهل عملية التعليم. مكونات الألواح التفاعلية هي مكونة من جزئين، يعني الجزء الأول هو الجزء المادي الهاردوير. عملية التعليم اليوم مع اللوح التفاعلي بتتم بواسطة لوح خاص اللي بيكون مثبت على الحيط أو بديل للوح العادي. في عنا كمان العارض، وكمان الأقلام والممحاة الخاصة باللوح، وهنالك أيضا إمكانية لا يعني في أنواع معينة من الألواح التفاعلية التي لست بحاجة إلى أقلام خاصة. بالنسبة للمكونات البرمجية، كل لوح تفاعلي حسب الشركة الخاصة فيه، في له برنامج خاص اللي مجهز في أدوات بتسهل عملية التعامل مع اللوح. وفي كمان شركات عالمية اللي ابتكرت برامج خاصة في جميع الألواح التفاعلية. في ملاحظة بس بسيطة، إنه أي برنامج اليوم بيقدر يتعامل مع أي لوح، بس طبعا يظل قصة الرخص وكل ما يتعلق في حقوق الطبع. فطبعا في دروس خاصة في هاي البرامج والتعرف على الواجهات الخاصة فيها وكل ما يتعلق بشريط الأدوات، وبناء دروس محوسبة راح نتطرق لها في دروس أخرى. بالنسبة لأنواع الألواح التفاعلية، النوع الأول اللي راح نتحدث عنه هو لوح ثابت اللي بيكون مثبت على الحيط مكان اللوح العادي. يعني إذا بنتحدث على شركة سمارت بورد مثلا، في لها لوح خاص فيها. الميزات إنه ما فيش حاجة لقلم خاص على أساس إن أقدر أكتب على اللوح أو إني أتعامل مع الحاسوب بقلم خاص. اللوح بعطيني إمكانية إن أقدر أكتب بالإيد على اللوح بدون حاجة لاستخدام قلم خاص. طبعا اللوح بيكون متصل بالحاسوب بواسطة كابل USB، على أساس إنه كل ما يكتب على اللوح يخزن بواسطة البرنامج الخاص في سمارت بورد. في المثال هون البرنامج الخاص في سمارت بورد هو سمارت نوت بوك. في درس طبعا موسع حول هذا البرنامج. إذا بنلاحظ هون في عنا عارض اللي هو مثبت قريب من اللوح. ميزة مكان العارض يعني بتساعد عملية التعليم إنه تكون جدا واضحة، خاصة إنه ظل المعلم ما بيكونش مبين على اللوح. طبعا في إمكانيات أخرى إنه العارض يكون بعيد عن اللوح، ولكن يعني بيسبب لعدم وضوح كل ما يكتب على اللوح بسبب ظل المعلم. فبالنسبة للنوع الأول،
ألواح ثابتة بديل للألواح العادية. النوع الثاني اللي راح نتحدث عنه هو العارض التفاعلي، يعني العارض الموجود اليوم بيقدر يكون عارض تفاعلي، طبعا باستخدام لوح عادي أو أي مسطح آخر. العارض طبعا بيكون متصل بالحاسوب بواسطة كابل يو اس بي، وعلى أساس إني أقدر أكتب على اللوح العادي بلزمني قلم خاص اللي أقدر أستخدم كل ميزات برنامج اللوح التفاعلي. فالفرق بين العارض التفاعلي واللوح التفاعلي، اللوح التفاعلي هو لوح مثبت على الحيط بستطيع كتابة أي شيء عليه بدون قلم خاص. في اللوح أو في المكرين أو العارض التفاعلي هنا يعني مفيش حاجة إني أستخدم لوح ثابت خاص، إلا بقدر أكتب على أي لوح عادي اليوم موجود في أي صف، ولكن بحاجة إلى قلم خاص فيه. النوع الثالث اللي أنا راح أتحدث عنه هون هو جهاز تفاعلي اللي بيقدر يعني يتركب على أي لوح عادي، واللوح ببلش يكون لوح تفاعلي. عملية الاتصال مع الحاسوب بتتم بطريقة لاسلكية. الجهاز هون مثل العارض التفاعلي بحاجة إلى قلم خاص فيه على أساس إنه نقدر نكتب على اللوح، وكل ما يكتب على اللوح يبث مباشرة إلى الحاسوب، وطبعا استخدام كل ميزات برنامج اللوح التفاعلي. وشكرا.